بمنحة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، دشنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى مدرسة إناث مخيم الوحدات الإعدادية الأولى والثانية أعمال تجديد وتجهيز للمدرسة والغرف الصفية. وهذا التبرع الذي يكتسب أهميته حاليا بالنظر للأوقات الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون والتي تمر بها الأنروة، وكخطوة إضافية في شراكتها المستدامة مع تكا، إن مساهمات الجمهورية التركية في إسناد قضية اللاجئين الفلسطينيين ومظلتهم الرئيسية الأنروة تاريخية ومشهودة. فتركيا كانت واحدة من الدول الخمس المؤسسة للجنة الاستشارية للوكالة، ذلك الجهاز المعني بتقديم النصح ومساعدة مفوضها العام في تنفيذ مهام ولاية الوكالة، وذلك لدى تأسيسها عام 1949. تقوم تركيا بإيصال خبرتها تيكا بإيصال خبرتها ومعرفتها إلى أكثر من 170 بلد التي يجد فيها مكاتب إلى تيكا، وأيضا هناك زيادة بالنسبة للمساعدات في المجال العلمي خاصة في السنوات الأخيرة، ولذلك هي تعتبر من أوائل الدول التي تقدم مساعدات علمية للدول الثانية. تركيا عندما تقوم بهذا العمل دائما هي تهتم بالعمل الخيري، تحاول أن تصل المساعدة إلى المظلومين والضحايا والناس التي يحتاجون المساعدة. هذا تركيا dünyanın en önde gelen ülkelerinden olmuştur. Ülkemiz yardım elini hep vicdanı ve iyiliği öne alarak uzatmakta, dünya genelinde mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi kim var ise ulaşmaya çalışmaktadır. تقوم تركيا بإيصال خبرتها تيكا بإيصال خبرتها ومعرفتها إلى أكثر من 170 بلد التي يجد فيها مكاتب إلى تيكا، وأيضا هناك زيادة بالنسبة للمساعدات في المجال العلمي خاصة في السنوات الأخيرة، ولذلك هي تعتبر من أوائل الدول التي تقدم مساعدات علمية للدول الثانية. تركيا عندما تقوم بهذا العمل دائما هي تهتم بالعمل الخيري، تحاول أن تصل المساعدة إلى المظلومين والضحايا والناس التي يحتاجون المساعدة. Bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını yürütmekte olan Türkiye Amman Ofisi de Ürdün'de faaliyete başladığı 2015 yılından beri eğitimden tanıma, sağlıktan kültürel işbirliğine kadar geniş bir yelpazede projeler gerçekleştirmektedir. تقوم تيكا مكتب تيكا التي تم تأسيسه 2015 في الأردن في تنفيذ عدة مشاريع خاصة في مجال التعليم والثقافة والزراعة وأيضا الصحة. Kalkınma ve ilerleme yolunda bir ülkeye hedeflerini ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu sebeple eğitimin her zaman TİKA'nın öncelikli faaliyet alanı olmaya devam edecektir. Türkiye, Ürdün'deki gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için desteklerini arttırarak sürdürecektir. الموارد البشرية المؤهلة والمتعلمة هي القوة الداعمة والأساسية بالنسبة لتطور البلدان وإنمائها، لذلك تيكا تقوم بهذه الفعاليات وستستمر بها، وأيضا تركيا ستقوم بمواصلة دعمها إلى الأردن خاصة لتوفير الظروف الجيدة بالنسبة للتعليم الشباب في الأردن. Kuşkusuz ki yenilenen bu okulda kız çocuklarının eğitim görecek olması ayrı bir öneme sahiptir. Güçlü bir toplumun oluşması için ailenin ve özellikle kadının güçlendirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple ülkemizde olduğu gibi kalkınma işbirliğinde bulunduğumuz ülkelerde de kızların eğitim hayatına katılımının desteklenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz. هذه المدرسة لها أهمية خاصة لأنها ستقدم خدمات تعليمية للبنات بشكل خاص. فالمجتمع بناء المجتمع القوي يتطلب أن يكون دعم دور المرأة والعائلة فيها أكثر وأكثر، ولذلك تركيا تقوم بدعم هذا الدور في البلدان التي تقدم لها المساعدات أيضا. İnanıyorum ki baştan aşağı yenilediğimiz fen laboratuvarıyla, kütüphanesiyle, bilgisayar sınıfıyla, çağdaş materyallerle donattığımız bu okulda eğitim görecek olan 1500 üzerindeki Filistin kökenli kız... التدشين حضره مختلف المسؤولين من الجمهورية التركية وأعضاء السفارة وعدد من أعضاء المجلس المحلي في مخيم الوحدات. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.